السلام عليكم إخوان، تبارك الله عليكم إخوان. بالنسبة للبروبليم اللي كنت شاركته معكم ديال الجولف 5، بروبليم ديال الكالكيلاتور، كنت ركبت فيها واحد الكالكيلاتور اللي هي الأوديسي 6 للأور 34. كنت ركبتها طوموبيل مارش، وكان واحد البسي بروبليم ديال الرجيف اللي طرحته معكم، وبغينا الآراء ديالكم. داك الكالكيلاتور واش غتخدم نورمال ما تخدمش، واش غتكون شي ليها شي ضرر ما يكونش. المهم اخوان، كافي معلومة إضافية. بالنسبة للكالكيلاتور ديال الاوديسي 6 34، كطلع لنا بروبليم ديال لي زانجيكتور. دخلنا قرينا لي كود ديفو، لقينا لي كود ديفو كتعطينا لي زانجيكتور بربعة فيهم بروبليم، ولكن في لي فالور كتعطينا انجيكتور فيه بروبليم. وخيط الكارت كاين، طلع الكارت بان طرف لي فالور ماشي نورمال، وانما خدمنا راعينا في الان كاين ضرر في الان بزاف انجيكتور الان، ولكن ما غاديش نخدموا على داك الانجيكتور لان الطوموبيل جات ساكته. ولكن الكالكيلاتور كمعلومة، لان الطوموبيل ما غاديش نقدر نحكم عليها وهي جايه ساكته. هنا خدمنا بالكالكيلاتور اللي هي نفس الريفيرونس، اضطرينا باش نديرو الكالكيلاتور نفس الريفيرونس ونشوفو لي فالور ديال لي زاجيكتور. هنا دخلنا هنا اللي نقراو لي كود ديفو ونديرو لي فالور ونقلبو في لي فالور ديال لي زاجيكتور ونشوفو لي فالور ديال لي زاجيكتور في هذا الكالكيلاتور اللي هي الاوديسي 6 او 46. هل لقينا الانجكتور؟ ديما الانجكتور عندنا اللي هو الان والدو والتروا والكات فيهم مشكل عندنا. لاش شو هنا هما يا دابا الان والدو والتروا والكات كاين عندنا هنا طالعين هما هنا في الدياغنوستيك. رجعنا بغينا ندخلوا لي فالور، هنا نشوفوا لي فالور شنو عيطونا لي فالور. دخلنا لي فالور باش ناخذ معلومات على لي زانجيكتور على لي فالور ديالهم. هنا دخلنا كنختاروا لي سيلندر بربعه ونكومباريو بيناتهم ونشوفوا فين كاين الفرق. هنا بدينا كنعزلوهم لي زانجيكتور، خدينا معلومات كاملين حتى على لي شومبر، تالي شومبر ديال لي سيلندر خديناهم معلومات باش نشوفو في كاين المشكل. هنا غادي ندخلو غادي نشوفو، هنا غادي نلاحظو هنا في الانجيكتور، الانجيكتور هنايا الان عندنا هنا موان 3.01 سيلندر ان طالع بزاف، دو نورمال، تروا نورمال، الكات اللي كيوصل للجوج شي حاجه، ولكن ماشي مشكل. هادي هي كمعلومه البارامتر ديال لي زاجيكتور، كيفاش دخلنا وخدينا البارامتر باش نكومباريو لي فالور ديال لي زاجيكتور ونشوفو فين كاين الخلل واش الناتج عند الكالكيلاتور. هنايا انا لاحظتو في هاد البلاصه هنا عطينا 127 127، الاخرين عطينا 00 ما عندناش مشكل فيها، عطينا 00 كاينش مشكل تما. هنا كيتضح بان الكالكيلاتور ترانزيستور ديالها كدفع لاليمونطاسيون كتبقى فاسخه داك الانجيكتور فهاد ماشي فواحد اللحظه اللي هي كيسخن فتا كتبقى عامر الطوموبيل واحد تقريبا واحد 20 دقيقه ولا بحال هكا الطوموبيل، عاد كيمكن ليها يبان هاد المشكل هذا، عاد كيبان هاد المشكل هذا. من بعد ما قلبنا البارامتر كما كتشوفوا، دخلنا لهاد لي فالور، خدينا هاد المعلومات باش نبين لكم حتى البارامتر كيفاش الانسان ياخذ البارامتر ويخدم عليها. هنا غادي نوريكم الكالكيلاتور، نوريكم الكالكيلاتور، الكالكيلاتور ديالو هو هادي، هادي هي الكالكيلاتور، هادي راه قصيره وهادي راه طويله. انتم ديك كالكيلاتور قصيره، ديك كالكيلاتور طويله، هادي كالكيلاتور
اوديسي 16 الاو 1 وهذه الكالكيلاتور الى لاحظتوا ها هي اوديسي 16 الاو 34 راه كتخدم لها هذه السيري هذا خدامه لها نورمال وبغينا الراي ديالكم شنو نقدروا نلقاو في هذه العواقب الى ركبنا هذه السيري هذا وبغينا تعليقات ديالكم واش غادي يكون شي ضرر ما يكون شي نسمعوا الاراء ديالكم واش غادي يكون شي ضرر ولا ما يكونش واش غيكون شي اختلاف في التيراج يكون شي حاجه اللي هي ماشي نورمال شي حاجه ما غتخدمش شي حاجه اللي هي ماشي غتكون نورمال بغينا الراي ديالكم حتى هو في التعليقات وتبارك الله عليكم هذه كمعلومه وتبارك الله الاخوان اخوان بالنسبه للكالكيلاتور احنا دابا درنا لها الريفيرونس ديالها الريفيرونس ديالها هو هذا هو اللي كان عندها اوديسي 16 الاو 1 ودابا راه درنا لها الكالكيلاتور اوديسي 16 الاو 1 احنا ماشي مشكل هذه فيها البي جيك في التالي وهذا الاف ام في التالي ماشي مشكل الطوموبيل راه مارش اخوان بالنسبه للكالكيلاتور الاولى مارش ماشي ما مارش كديماري عادي ديماري كديماري عادي الكالكيلاتور الاخرى وانما المشكل او ما تلقاوه في لي فالور وفي البارامتر الطوموبيل امارش عاديه كاين حتى مشكل بالنسبه للدياغنوستيك غادي تشوفوا الدياغنوستيك حاليا دابا طلع لنا واحد بروبليم ديال لاباري ستوب طلع لنا روسيكلاج دو غاز دو شارجمون اللي قلنا لكم راه من سيبريمينو داير له واحد البيه هنا راه فينس بلعينها هذا دابا طوموبيل امارش عاديه ما كاين حتى مشكل فيها ما كاينش حتى بروبليم فيها دابا طوموبيل مارش مخيره في التيراج غير الكالكيلاتور الاولى الكالكيلاتور الاولى راه كطلع لنا لي زانجيكتور بروبليم ديال لي زانجيكتور الان 3 و 2 و 4 وكيبقى يلصق لي زانجيكتور كيبقى يلصق الفوق سكت لي زانجيكتور كيلصق لنا واحد الان ديما كيعطينا فيه بروبليم هو ماشي من لانجيكتور ولكن من الكالكيلاتور اللي ركبنا لها هذيك الاوديسي 16 للاو 34 كديماري ولكن مشكل كطلع بروبليم ديال لي زانجيكتور غادي نوريكم الدياغنوستيك من هذا من الدياغنوستيك دابا حاليا غادي نوريكم الدياغنوستيك شنو هما لي كود اللي باقيين دابا حاليا اللي بقاو في هذا الكالكيلاتور هذه دابا ندخلوا نديروا الدياغنوستيك واليوم الديبار سيليكسيوني سيستم موتور لي كود ديفو هما هادو لي طالعين هذا هو سيستم دو ريسيكلاج دو كاز دو شارجمون هذا راه مسيبريمي وعندنا هذا كونتاكتور دو فو دو ستوب هذا راه فيه عندها مشكل فيه وهذا الميساج هذا ديال البي 1696 جانا مع الميساج ديال الكالكيلاتور ما عندناش مشكل فيه هذاك الطوموبيل امارش كاين حتى بروبليم الطوموبيل دابا عاديه امارش نقرا امارش كاين حتى مشكل فيها بالنسبه لي زانجيكتور اللي عطانا في لي فالور الاولى كان يعطينا لي فالور فيهم مشكل دابا هنا ما كيعطيناش لي زانجيكتور فيهم شي بروبليم هذه كمعلومه لان بغينا التعليقات ديالكم في الفيديو الاول والاراء ديالكم وهذه كنضيف لكم معلومه عاوتاني في هذا الفيديو الثاني اللي هو بالنسبه للكالكيلاتور راه كاين شي مرات تطلع لك هذا المشكل الا درتي واحد ريفيرونس ولكن تقدر ديماري بها الا بحالات ما بغيت تسيد ديماراج وكان عندك مشكل ديال ديماراج نهائيا ما كديماراج الطوموبيل ممكن دير هذه القضيه